مساء الخير عليكم مشاهدي قناة الصحة والجمال، يسعدني أكون معاكم مي عبد السلام وزميلتي هنا في ستات دوت كوم. أهلا بيكي هناء معانا. اهلا يا مي، ازيك؟ عامله ايه؟ أهلا بيكي اهلا النهاردة بمشاهدينا حلقتنا. جميعا، أهلا بيكي. ان شاء الله تكون حلقه ممتعه بإذن وجميله باذن الله الله. حلقتنا النهاردة عن استعدادات لشهر الشهر رمضان الكريم، شهر رمضان المبارك، ومعانا ضيف حلقتنا النهاردة أستاذة إيمان لطفي لطفي، سيدة الأعمال. أهلا بحضرتك اهلا معانا. بحضرتك، اهلا وسهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبة وصحة وسلامة. الله. طبعا في البداية أحب أهنئ أخواتنا المسيحيين في كل مكان في مصر والعالم أجمع، وطبعا بداية الشهر إبريل الربيع بقى، ونتفائل شوية ونكون يعني ندي إحساس بالأمل شوية في الأيام اللي احنا فيها ديت. وكل عام وحضراتكم بألف خير جميعا. هنتكلم النهاردة عن قعدة الرجالة في البيت والحظر، ويا ترى ايه اللي استفادوا الرجاله من قعدتهم في الحظر؟ طبعا كلهم عايزين يهربوا طبعا دلوقتي، فاكيد في حاجات ايجابيه للرجاله عملتها وهي قاعده، زي اتعلموا مثلا الطبخ وتربيه الاطفال، قعدوا شويه مع الاسره، كل ده لمسناه كلنا في كل حاجه. لمستي الموضوع دوت زوج حضرتك كان قاعد في البيت، كان فيه ليه دور ايجابي في المجتمع؟ هو طول عمره ليه دور ايجابي. ايه الاكتر ايجابيات حصلت لما قعد في البيت؟ لا والله بيبقى فيه قرب اكتر، وبعدين فيه راجل بيبقى عنده القابليه ان هو يعني يتعاون، وفي راجل ما عندوش القابليه ان هو ده يتعاون، حقيقي. فهو عنده القابليه ان في هو اللي يتعاون، بيبقى لان هو من طبعه، هو يعني هو من طبعه من سماته ان هو انسان متعاون جدا متفاهم جدا ده في صفة الشخصية من الأساس، من إن هو راجل الاساس. متعاون، صح كده؟ متعاون. لما نيجي نتكلم في العموم، مش لازم بقى زوج حضرتك، اه الراجل لا بيبقى في في العموم العموم زي ما حضرتك قلت ان هما بينقسموا فعلا لاتنين، في حد بيبقى متعاون فيهم، في حد مش متعاون فيهم. تمام. واكيد المتعاون ده هو اللي بيراعي تعليم الشريعة الإسلامية، تعليم ربنا، ان اصلا المفروض الراجل بيبقى بيساعد زوجته في البيت، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا كان يخيط ثوب بنفسه وكان بيساعد زوجاته. يعني مساعده الراجل لاهل بيته اصلا من سنه عن الرسول صلى اكيد الله عليه طبعا. وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنه اهلي. طبعا هو قال يعني خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فهي ما هي دي اللي عايزين حضرتك بقى تتكلمي فيها، ان يقعد الراجل في البيت يستغل وقته ازاي؟ استغلال الوقت ان هو يحاول بقدر الامكان فرصه ليه ان هو يقرب من اولاده، ان هو يعني يحاول ان هو يفهم منهم حياتهم اكتر. هو طبعا كان في الاول ليه دور طبعا، وبيقعد مع اولاده وكل حاجه، اكيد كل راجل كده، بس في بعض الرجاله اشغالهم بتبقى شاقه جدا، يعني ممكن يخرج من الصبح من الساعه مثلا 8 9 الصبح لغايه الساعه 10 بالليل، فلما بيجي هلكان، بيجي تعبان، ما كانش في وقت طبعا ان ما هو كانش يقعد في مع وقت اسرته ان هو ومع يقعد عيلته مع ومع الاولاد اولاده، وان هو كل ده يفهم ما كانش منهم عنده وقت ده. حياتهم وبعض ملامسات ولو صغيره، دي ما كانتش موجوده. فاصبحت في الفتره اللي فيها الحظر والفتره اللي دايما الرجاله موجودين في البيت، هي ادت فرصه للرجاله كتير ان هم في حاجات كتير ياخدوا بالهم منها، وفي حاجات كتير يتفاهموها مع الاولاد. هل قعده الرجاله في البيت زودت نسبه الطلاق؟ تفتكري ايه سبب نسبة الطلاق، هتزيد ولا هتقل؟ لا ان شاء الله هتقل، مش هتزيد ان شاء الله. اصلا حتى لو هم حبوا يطلقوا مش هيلاقوا مكان يتطلقوا فيه، خلاص حتى يستحملوا المحكمة دلوقتي. قافلة طبعا. احنا فانا عايزة اقول لك، هو دلوقتي الحظر ده عمل حاجات كتير كويسة على فكرة جدا في المجتمع. يمكن انت حتى لو نظرت كده بالظبط للعالم اجمع هتلاقي ما فيش عمليات ارهابية، ما فيش سرقة، زي ما فيش حتى الجريمة في المجتمع احنا خفت دلوقتي بشكل في حاجة ملحوظ. اخطر، حاجة اخطر دلوقتي هنا من السرقة ومن القتل ومن حاجات كتير جدا. احنا دلوقتي في قتل الانسانيه كمان، لان الكورونا قضت على طبعا العديد من البشر من خلال الموت. ما فيش عديد من البشر، ما انت لما تيجي لا تتكلمي ده كورونا دخلت على ايطاليا، احنا مش عايزين نهول في الموضوع. الصين، هي كورونا، الكورونا في ناس اللي حصل عندهم وفيات في حزن، والناس اللي ما عندهمش وفيات في قلق. فهو احنا بنقول ننتهزها فرصه، يعني ننتهز فرصه ان احنا نحاول بقدر الامكان احنا نحافظ على نفسنا. بصراحه عدم الخروج، ما ينفعش الخروج خالص طبعا، نقعد في البيت. وبلاش موضوع التجمعات والحاجات دي، نحاول ان احنا نتفهم الامر صح. لو تفهمنا الامر صح وحافظنا على نفسنا، هو الصح ان احنا ما نخرجش، الصح فعلا ان احنا ما نخرجش، ولازم نفهم الامر صح، لان هو بايدينا احنا، العدوى طبعا بتيجي بايدينا احنا.
مملكة الأردن برضو هو ما ينفعش. يعني مملكة الأردن يعني لما التزمت بالتعليمات دي الحمد لله تغلبوا عن الموقف. الصين نفسها بؤرة المرض لما التزمت بالتعليمات أصلا بقى ما عندهاش يمكن صفر نسبة الإصابة عندها دلوقتي. فهي الفكرة برضو احنا مش ههول في المرض ومش هديله حجم أكبر من حجمه، بس كمان ألتزم بالتعليمات المطلوبة، أحافظ على نفسه وعلى أولاده وعلى بيتي، أحافظ بها على بيتي على نفسي على كل اللي حولي. فهي الفكرة برضو إن النسبة وتناسب، ده اللي احنا لازم نعمله. فأهم لما اجي اتكلم عن قعده الرجاله في البيت صراحه انا بتكلم بوجه عام عشان مش هشخصن الموضوع، ولكن اغلب اللي انا شايفاه حاليا ان لا الناس مش طايقه الرجاله وهي قاعده في البيت. الرجاله نفسهم مش طايقين نفسهم. انا عايزه اقول لك الرجاله نفسهم دلوقتي بقى يحبوا قعده البيت. ليه؟ اكتشفوا مهارات جديده، اتعلموا الطبخ كتير من الناس بعد يعني شفنا دلوقتي. لو يقول لك لما راجل يدخل المطبخ ويقول لك انا ممكن اعمل لك اكل، ده يبقى لا ده بيبهدل الدنيا. لا الدنيا تتبهدل طبعا. لا 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 بينظفه بعد ما ما هو هيعمل لك حاجه لكن هيخليك تعملي 20 حاجه وراه، مش هيبقى لا احنا نتعاون بقى، حد يطبخ حد يغسل حد ينشر حد لا ما هو حاجات كده ممكن تبقى تديله الغسيل ينشر ممكن دي بسيطه اسهل يعني اي عامله هيعملها تعرفي الدواء هيوقع الهدوم تحته ولا مش هتبعتش عيل يجيبها المكنسه الكهربائيه ويقوم بدوره يعني هتلاقيك تمام. وفي رجاله ما عندهاش القابليه اصلا ان هي تعمل حاجه زي كده. ده حقيقي. في رجاله ما عندهاش القابليه اصلا ان هي تعمل حاجه زي كده. بس برضه قعده الراجل في البيت يعني اديته فرصه ان هو يقرب من زوجته على الاقل يشوف بيكرهها يعني. على الاقل يشوف مدى تعبها. يعني هو بيعتقد ان هو خرج من الشغل وشقيان وتعبان ومحتاج ان هو يجي يلاقي بقى عروسه الجنه بقى مستنياه والحاجات دي كلها. عندش عطف فاضي فعلا. فطبعا يعني هو كان فهو دلوقتي وجوده في البيت بيشوف في نفسه مدى معاناه الام مع اولادها حتى لو كبار. يعني حتى لو كبار بتلاقي لو البيت فيه بنتين وكبار بيتخانقوا على لو مامتهم طلبت منهم حاجه معينه انت اعملي انا عملت، لا انت اعملي انا عملت. فهو بيشوف الامور دي كلها بقى. في ولد اتاخر في مثلا لو الدراسه شغاله يعني بيشوف بنفسه بقى اللي جاي من شغله اللي رايح اللي كل اللي ما كلش حاجات كلها يعني كده. من بعد التعليقات اللي انا بشوفها برضو جميله ان الراجل دلوقتي لا في البيت عايزينه يقعد ولا في الشارع الشرطه راضيه تخليه يقعد. يعني انا هروح فين منكم؟ مطارد ولا الشغل عايزه ولا الحكومه عايزاه في الشغل. تفتكري هو اصلا مش عايز يقعد؟ هو لو يطول ينزل في الشارع وبره هيجري يعني. احنا بنلاقي بس نرجع للحياه بصراحه هم اللي منورين البيت بجد. ده هي بس عشان تروح الاستاذ ايمان عشان لو حد من الرجاله اللي بيشوفونا يعني يشاركوا معانا يقولوا بيعملوا ايه، استفادوا ايه من قعده البيت، يعني شاركوا كده معانا اي ايجابيات شجعوا السيدات ان هم يقولوا حاجه حلوه في حقكم يعني. ايوه عايزين اي نشوف عايز. اي مواهب يعني يكون عملوها دلوقتي شاركوا معانا في اي موهبه من اللي انتوا ممكن تعملوها في البيت. انا كنت منزله على صفحتي مي عبد السلام تي في بسال الرجاله بتستقبلوا ان شاء الله شهر رمضان ازاي وايه استعدادكم. لا قبل ما نتكلم عن شهر رمضان احنا بس معانا بعض البيانات بساله فبيقول في استاذ صالح بيقول انا بستعد باستقبال رمضان بالفوانيس والزينه. في حد تاني بيقول انا بس احنا هنتكلم عن استعدادات رمضان ولكن الاول احنا معانا بعض التصريحات ومعانا بعض البيانات الاول لازم نتكلم فيها لان احنا هنتكلم عن استعدادات رمضان مع استاذه ايمان طبعا. الناس طاقه ايجابيه شويه اكيد الفقره بتاعه استعدادات رمضان موجوده معانا الاول. دلوقتي احنا الاخبار اللي موجوده معانا في خبر مهم جدا يمكن كل المشاهدين شافوه الخبر أصلاً. ويمكن فيديو الدكتوره اللي رفض اهالي شبرا البهو دفنها يمكن الحاجه دي كان شيخ الازهر اصدر بيان بسبب اللي حصل وقال لا يصح ولا يجوز شرعا ولا من المروءه ان يسخر الانسان من انسان اخر اصيب بهذا الوباء او يتنمر عليه والواجب هو ان يدعو الانسان لاخيه الانسان. وقال شيخ الازهر لقد احزنني كثيرا كما احزن جموع المصريين ان نرى بعض من ابناء وطننا يرفضون استلام جثث ذويهم ممن ماتوا بهذا الوباء او دفنهم في مقابرهم وهو امر محرم شرعا ومجرم اخلاقا وانسانيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهب واقفا حين يرى جنازه تمر به احتراما للميت واجلالا لاول منزل من منازل الاخره. تمام.
فطبعا في التجمهر اللي حصل لرفض دفن الميت في المقبره ده موقف غير اخلاقي بالمره. كل الاديان كل الاديان تحرم كده شرعا. عموما الحاجه اللي حصلت دي هي مش من الانسانيه اصلا، هو ما فيش رحمه. يعني اللي بيموت بوباء زي اللي بيموت اصلا من غير وباء، هو بقى وبعدين هو مات، فالفكره خلاص في المرض هيتنقل ازاي، هيتنقل ازاي الوباء للاخر يعني. تمام، احنا من خلال البيان بتاع شيخ الازهر معانا اتصال دكتور اسلام الازاز. اهلا بيك يا دكتور من علماء الازهر الشريف، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذه مي، اهلا بيك معانا. ودكتوره هنا منوره الدنيا كلها وضيفتنا الكريمه إسلام. اهلا بيك، قول لنا رايك ايه النهارده. وضيفتنا طبعا الجميله استاذه ايمان منوره الاستوديو طبعا. اكيد طبعا ضيفتنا الكريمه والله. وائل الله يخليك الله يخليك. قول لنا رايك ايه في الموقف الغير انساني اولا وغير موجود في كل الاديان السماويه، يعني ما فيش كده بيحصل. انا مش سامع بس صوت حضرتك كده، قول لنا راي حضرتك في الموقف اللي حصل اتجاه القريه المتوفيه لما رفضوا اهل القريه الدكتوره اللي ماتت ورفضوا دفنها. فعايزين نعرف حكم الشريعه الاسلاميه في التعامل مع الموتى، كيفيه دفنهم وكيفيه تغسيلهم وتكفينهم بتبقى ازاي في الشريعه الاسلاميه موتى الوباء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم. البدايه يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. امين يا رب. وان يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وان يعود علينا رمضان ازمنه عديده وسنوات مديده. وان يجعله اتيا ومصر محفوظه من كل وباء ومن كل ابتلاء ومن كل شر يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. لكن حضرتك هذا الوباء اللي يمر به العالم اجمع، الله سبحانه وتعالى في قرانه قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر حضرتك هنا هم علماء الطب، يعني الكلمه هنا بنرجع فيها لاهل الطب. فحضرتك دايما الازهر ودايما علماء الازهر جميعا بيوجهوا او بيسيبوا الكلمه في المجال ده بالذات للعلماء الاطباء اللي هم يقولوا هل فعلا بعد الموت هيتم انتشار ايذاء منه ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بامور دنياكم. امبارح يا دكتور كان في طبيب يمكن من منظمه الصحه العالميه قال برضو ان المرض ما بيتنقلش عن طريق الموتى، يعني الميت خلاص. تمام يبقى وزاره الصحه عامله كل احتياطاتها اصلا. وزاره الصحه يا دكتور عامله كل احتياطاتها اتجاه المتوفي او المصاب بالكورونا. تمام طيب حكم بقى اللي حصل امبارح يا دكتور، يعني الناس اللي رفضت تستلم الجثه ورفضت تدفن موتاهم في المقابر تبع البلد عندهم في القريه، حكم الاسلام يا دكتور. فانا عايز اعرف التجمهر لرفض دفن الموتى ده في الشريعه الاسلاميه. يعني حضرتك المشهد ده او الموقف ده مر على قلوبنا كلها بحزن، مش مشهد هز العالم كله. يعني ازاي طبيبه ان هي عاشت حياتها الدافع، ازاي ان هي البطل او الجيش الابيض، ان هي تكون عرضت حياتها للموت وفي الاخر اللي تعرضت لهم للموت بسببهم هم اللي مش راضين يستقبلوها للاسف الشديد. ده غير انسان عنده مريض، مش خالص العدوى مريض هي كانت بتعالجه. يبقى ده يبقى دي طيب ده جزاها ولا دي مكافئتها. دكتور اسلام كلمنا عن حكم الدين، راي الدين الاسلامي في دفن الموتى سواء المريض بكورونا او باي مرض اخر. هل لا احنا نرفض كيفيه يعني كيفيه دفن الموتى في الشريعه الموتى الاسلاميه؟ الموتى الوباء ازاي بتتعامل معاهم الشريعه الاسلاميه في طريقه دفنهم وتغسيلهم وتكفينهم؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه علمنا طريقه معتاده في دفن موتانا وموتى المسلمين جميعا ذكورا واناث. لكن حينما يعني تمر ازمه او وباء مثل ذلك علينا ان احنا بناخد بالاسباب الوقائيه اللي احنا ما نضرش بيها الاحياء ولا نتسبب بيها باي ضرر، لان عندنا قاعده شرعيه بتقول الضرر يزال. هل وعندنا قاعده شرعيه ايضا لا ضرر ولا ضرار. فان كان في دفن الميت بالكورونا مثلا او اي وباء مش شرط الكورونا او غيره في اذى او هيتسبب بضرر لاي انسان تاني، فالشرع هنا بياخد بمصلحه العباد. هل يتم تغسيل المريض الكورونا
كتغسيل اي متوفي اخر بنفس الطريقه، ولا في طريقه معينه بتكون اكثر وقايه؟ هو بيتم غسله فعلا بالطريقه الشرعيه، لكن بيتاخد الوقايه، يعني بيبقى فيه الاحتياطات الواجبه للمغسل نفسه بقى، يعني بيبقى مثلا لابس واخد بالوقايه الكامله علشان هو ما يتاذيش او ما ينضربش. لكن هو بياخد مجرى الغسل الطبيعي، لكن بيبقى في احتياطات زائده بياخد بيها المغسل، يعني بعيد عن الناس وبيرتدي لبس مختلف والى اخر الامور دي يعني. وعايزين نطمن الناس اكتر، لان في مواد مطهره بتتحط في الماء اللي بيغسلوا بيه المتوفي من خلال مرض كورونا، يعني بيكون في كل الفعاليات وكل الادوات اللي بيكون فيها امان جدا للي حوالين المتوفي نفسه، فده بيأمن. قدام الامر كذلك طبعا يبقى ما فيش فيه اي مانع. ده انا عايز اقول لحضرتك والله العظيم الشريعه الاسلاميه اوجبت على كل انسان فينا ان هو يحافظ على نفسه علشان غيره. اللي هيخالف الاسباب ديت والتعليمات دي والارشادات دي والله العظيم هيأثم من الله سبحانه وتعالى، لانه بيتعرض باذى لنفسه وبالغير وللمجتمع، هو مش بيضر الواحد نفسه بس. تمام، اشكرك دكتور اسلام العزاز من علماء الازهر الشريف، شكرا لمداخله حضرتك يا فندم. نرجع من ضمن اخبار القريه، او يعني بعد بيان شيخ الازهر بالحادثه الخاصه بالدكتوره سنى عبد العظيم، فكان رئيس الوزراء عزى زوج الدكتوره سنى عبد العظيم وفي اتصال تليفوني وقائله لزوجها خالص العزاء مني كمواطن مصري واعتذر بالنيابه عن المصريين عن التصرف المشين من البعض، ومن اخطا سيحاسب بالقانون. ده كان رد رئيس الوزراء لزوج الدكتوره. قرار اصدره محافظ الدقهليه باصدار اسم الدكتوره سونيا على مدرسه موجوده في القريه، ودي حاجه اقل واجب نقدمه للدكتوره اللي قضت حياتها كلها في خدمه البشريه. كلمينا يا استاذه ناديه عن استاذه ايمان. استاذه ايمان معلش. ناديه لطفي بقى، انا بدلعك عادي. ناديه لطفي قولي لنا رايك ايه في الموقف اللي حصل من القريه للدكتوره سونيا اللي هي قضت حياتها كلها طبعا خدمه الناس واهلها. موقف مؤسف جدا وما كانش المفروض يحصل، وده دليل على ان ما فيش ثقافه خالص، ما فيش وعي، ما فيش وعي وما فيش ثقافه. دي مسؤوليه عدم الوعي بقى، مفيش لا انسانيه ولا وصفه. عدم الوعي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الاعلام، مسؤوليه الدوله، مسؤوليه تعليم، هي مسؤوليه الاعلام، مسؤوليه، وبالذات ان احنا في عصر دلوقتي منفتح في تكنولوجيا عاليه جدا. يعني بدل الوقت بيقعدوا على الموبايلات يلعبوا لعب، طب ما يثقف نفسه، طب ما يثقفوا يعني، بدل اولادنا ونعلم الاولاد. طبعا البيوت لازم يبقى فيها وعي كافي، حتى لو مش عن طريق الموبايلات وطريق الحاجات دي، طريق الاعلام. الاعلام دلوقتي دايما دوره بيتجه يعني للحاجات الهايفه، هي دي اللي يعني احنا لو سالنا اغاني شعبيه واغاني مهرجانات في الشارع، والفيديو ده فعلا موجود انا شفته، بيسالوا طيب عن الاغاني الشعبيه دي بتاعت مين، فبكل بساطه بيجاوبوا، هتلاقي الشباب في الشارع بيجاوب عارف مين صاحب الاغنيه دي، لكن لما يجي يسالوا في سؤال ثقافي او سؤال ما يعرفش اي حاجه مفيش. بس عايزه اقول لك يا هناء ان الدور ده مش دور الاعلام بس، لا مش الاعلام لوحده. طيب ثواني الجمله دي بجانب التربيه والتعليم. دور الاعلام مش متوقف بس على الاطفال، لا ده احنا كمان في دور اكبر من دور الاعلام، الاسره نفسها. احنا لازم نعلم اولادنا الانسانيه، احترام الاخر، نعرفهم الدين بيقول لنا ايه، التسامح، التعليم الدينيه، فرصه واحنا قاعدين في بيوتنا دلوقتي نعلمهم كل حاجه موجوده في الدين، واهم حاجه نعلمها لهم هي انسانيه البني ادم نفسه، مش كل حاجه نستخدمها كده من غير اي انسانيه. ده اكيد طبعا، برضو التربيه والتعليم دورها مهم جدا. للاسف الشديد انا شايفه ان في اهمال كبير في وزاره التربيه والتعليم بالوعي الثقافي لدى الابناء عموما. برضو الشباب، الاعلام لا ليه دور كبير يا مي، خاصه ان انت أكيد لما تيجي تعظمي، لكن انا بتكلم من على دور المسؤوليه عامه، يعني احنا في الفتره اللي احنا موجودينها دلوقتي كل الافراد مسؤوله، الناس اللي كانت متناحيه جانبا في الاعلام دلوقتي احنا بنطالبها ان هي تظهر وتتواجد. زي الاطباء، العلماء دلوقتي دورهم ما كانش موجود على رأس فين وفين، لما تلاقي أصلاً دكتور بيتكلم في التلفزيون او عالم بيتكلم معلش في القنوات الفضائية. اختلف. دلوقتي احنا عايزينهم، في حين ان قبل كده قبل الازمة لا، كان مين اللي ظاهر؟ ما
معلش ما تزعلش مني، كانت الرقاصه ومغني المهرجانات. بغض النظر كل الحاجات دي كانت ظاهره وما زال دلوقتي على السوشيال ميديا هتلاقي كل الحاجات دي لسه موجوده، لكن احنا يهمنا دلوقتي دور كل اسره موجوده في البيت تنتهز فرصه الحظر وفرصه الظروف اللي احنا فيها باعاده بقى القيم والاخلاق للاطفال وتعليمهم. هل لمستي ده في اولادك؟ حبيتي تغرسي صفات معينه واستغليتي وقت الحظر في تغرسي فيهم مبادئ معينه؟ بعد ابص هو من الاول من فضل الله ان احنا من المبدا ومن الاول خالص انا متعلمه، باباهم متعلم، فاحنا كان من البدايه اصلا احنا الحاجات دي كانت متواجده في بيتنا بصفه شخصيه يعني. ده الطبيعي بتاعنا. ان هي كانت الحاجات دي متواجده، اما كوجود بقى الحظر وان ما حدش بينزل، في بقى يعني مثلا على سبيل المثال ما فيش صلاه في المساجد. دلوقتي ما فيش صلاه في المساجد، احنا كلنا بنتجمع وبنصلي صلاه جماعه في البيت. طبعا دي حاجه حلوه جدا لقيمه الاسره كلنا متجمعين وقاعدين وبنصلي صلاه جماعه في البيت. دلوقتي الصلاه في البيت احنا كان لازم طبعا هنتكلم عن استعدادات رمضان وكيف اعمل بديل لو لا قدر الله الكورونا استمر معانا رمضان والازمه ان شاء الله يعني يختفي قبل رمضان يا رب باذن الله، ولكن على فرض سعيده لو حصل ايه بقى البديل اللي ممكن نعمله في البيت. ولكن برده كان معايا خبر لازم اقوله عن مجلس امناء مدينه السادس من اكتوبر. انعقد مجلس امناء مدينه السادس من اكتوبر وتم تشكيل اللجان وتم اختيار رئيس واثنين وكلاء. يذكر ان مجلس مدينه السادس من اكتوبر عقد جلسته الرسميه يوم الخميس الماضي وتم اختيار استاذ محمود برع رئيسا للمجلس واستاذ اشرف خيري وكيلا ودكتور محمد الخميسي وكلاء المجلس. كما تم تشكيل اللجان من الاعضاء، فكان مجال التعليم لدكتور وائل الخولي، ومجال الصحة لأستاذ فتح الشرقاوي، ومجال الصناعة لأستاذ أحمد راشد علام، ومجال الموازنة والاقتصاد لأستاذ محمد فوزي، ومجال التنمية المستدامة والتخطيط والتطوير للمهندس أحمد الصاوي، ومجال السكان لأستاذ هاني شاكر، ومجال الثقافة لدكتور محمد الشافعي. ايضا في مجالات اخرى زي مجال ذوي الهمم كان لاستاذ حسام شاكر، ومجال المراه الدكتوره ياسمين احمد الروبي، ومجال الشباب لاستاذ حسام برنسوس، ومجال الامن لاستاذ اسامه العرق سوسي، وكان مجال الاعلام للاعلاميه هنا عبد الفتاح. معانا اتصال. اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك يا استاذه مي؟ ازيك سليمان؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. مهندس عدنان معاوض شراكه اسيوط القاهره. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ازيك؟ فرحتنا والله. تسلم يا عم. البرنامج جميل صراحه وعجبنا بيه، وبعدين كويس بتدوا نصايح للرجاله كويسه كمان يعني. ايه رايك في قعده الرجاله في البيت؟ قعده الرجاله في البيت حلوه ولا ايه؟ بس انتوا من غير رجاله ولا حاجه يعني. احنا بنقعد مع الاسره عادي صح؟ طبعا بنقعد مع الاسره وبنشوف البرامج وبنأدي الوقت في البيت الصلوات وكل حاجه تمام يعني الحمد لله بقى. ونطلب ربنا سبحانه وتعالى يشيل الغمه دي ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم امين يا رب. انت مستمتع بالقعده يعني؟ يعني هي معانا في الحظر كويس. معانا عزه. اهلا بيكي. احنا خلصنا الاستاذ الكلب. شكرا على اتصالك. اهلا بيكي. اهلا بيكي عزه. اهلا بيكي. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي معانا. كل سنه وانت طيبه الاول. شكرا. طبعا احنا بنتكلم عن استعدادات رمضان، سواء زينه سواء اكل سواء كمان التراويح وقراءه القران. اشكر. طب نقدم التهنئه للمجلس يعني نقول لهم الف مبروك. افتكر ان المجلس خدت وقت كتير. خدت وقت كتير معانا المجلس، فاحنا ندخل بقى على نفرح الناس شويه ونتكلم عن استعدادات رمضان. وطبعا يعني ان شاء الله ينعقد المجلس على خير باذن الله ويقوم بجميع الاعمال لخدمه اهالي مدينه السادس من اكتوبر. شكرا لكم. المجلس معانا علاء. اهلا بيك علاء. كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري بخير يا رب، ويعيد علينا رمضان بخير باذن الله. وحضرتك بالف صحه وسلامه. منورين كلكم. مشرفين الشاشه والله. نشكرك. الله يخليك. ان شاء الله يا رب رمضان يرجع علينا بالعادات بتاعته الكويسه. ان شاء الله. ونضيف عند بعضنا ونصلي التراويح ان شاء الله، والمساجد تتفتح والكعبه تتفتح ان شاء الله للمصلين، وتبقى حاجه جميله كده روحانيه ان شاء الله يعني. اللهم امين. ربنا الاول وان الناس ترجع تاني لربنا اكتر يعني باذن الله. التربيه تنقضي عليها باذن الله يعني، دي اللي بتمناها من بعد الوباء اللي انتشر ده ان شاء الله يعني.
ان شاء الله يا رب. اللهم امين. قول لنا دعواتكم كده ده كل وقت ان شاء الله ان ربنا يشيل الغمه دي عن الامه دي كلها. اللهم امين. قول لنا استفدت ايه من الحاضر وقعده البيت؟ يا ترى ايه المواهب اللي ظهرت عند حضرتك؟ الواحد ما كانش بيقعد مع عياله قد ما كان بيقعد قد الوقت ده حضرتك. بس ما كناش عايزين عقوبه يعني. ايوه طبعا. كنا عايزين نديل العقوبه دي بس يعني احيانا احيانا المنحه بتبقى في المحنه صح؟ يا رب يا رب والله يكون ان شاء الله يكون ترجعنا لربنا اكتر، ونتمنى ان هي ترجع الاسره للاصول بتاعتها والعادات والتقاليد الحلوه اللي كنا بنجمعها بتجمعنا على مع بعضنا. فانا بتمنى ان انتوا الاعلام والناس المسؤوله تدور على الحاجات السلبيه وندور عليها نتفنها خالص. ايه اكتر حاجه نفسك تتغير؟ نتفن الحاجات السلبيه. يعني حضرتك انا مبسوط ان العالم بطلت شيشه، وفي عالم بطلت الحاجات الشتم والسب في الشارع والحاجات الغلط دي كلها. تمام. احنا بنشكرك بنشكرك على اتصالك. بنشكرك على اتصالك. معانا اتصال تاني. حاجه عزة كويسه قبل ما معانا اتصال تاني. ايات في حاجات كتير فعلا كانت موجوده والحظر خلاها مش موجوده. بالظبط. ناخد ايات ونرجع نكمل. بس يا رب يستمروا عليهم. اهلا بيكي ايات. نتمنى ان هم يستمروا عليهم للابد. ايات معانا. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتكم. اتفضلي. كل سنه وانت طيبه. وانتوا طيبين. وانت بالصحه والسلامه يا رب. طيبين وانتوا بالصحه والسلامه في افضل. امين يا رب. كلميني عن استعداداتك لرمضان، عملتي ايه في الاكل او في الروحانيات او لمه الاسره؟ هتعملي ايه؟ ناويه تعملي ايه؟ والله انا بدعي ان الوباء ده يمشي ونبقى حلوين والناس ترجع تصلي في الجوامع. يا رب. اللهم امين. وزوج حضرتك بيشاركك في البيت الفتره دي ولا لا؟ ايه؟ زوج حضرتك بيشاركك في الفتره دي في البيت ولا لا؟ نشكرك استاذه ايات على اتصالك. طيب اسمعينا من التليفون. احنا نشكرك على اتصالك. هنكمل موضوع حلقتنا الاستعداد لرمضان، وكنا طبعا بنتكلم يمكن في بعض المتصلين ذكروا ان احنا من الحاجات الكويسه اللي دم تركها في وقت الحظر زي الشيشه. لما اجي اتكلم بقى عن ان احنا رمضان جاي واحتمال كبير الكورونا يستمر معايا البعض والحظر يستمر شويه، والحظر يستمر معايا رمضان. فما مش المساجد ممكن ما تبقاش مفتوحه. فالبديل هعمل ايه في الصلاه مثلا؟ والله انا بقول يعني ايه، في استعدادات كتير لرمضان. اهم الاستعداد دي ان انا كل حاجه اعملها اكون وهباها ان انا بفرغ نفسي للعباده. يعني مثلا انا بنتقد الناس اللي هي ايه بتتلهف ان هي تنزل وتجيب اكل وتخزن وتعمل. انا ممكن اعمل كده، بس اعمل كده علشان افرغ نفسي للعباده لطاعة الله. عشان انا ببدأ صفحة جديدة مع ربنا. الاعمال بترفع في شهر شعبان وبنبدأ صفحة جديدة في شهر رمضان. وفرصة الصفحة ممكن ما تتكررش. وما محدش ضمن العمر. ممكن اللهم بلغنا رمضان. فاحنا يعني ومن اهم الاعمال دي ان احنا لو ربنا اراد مثلا لو وكملنا في موضوع ان يبقى في حظر واستمر معايا الموضوع ده، نعمل البيت زي المسجد. نعمل البيت زي المسجد. يبقى الاب يلم الولاد مثلا، ويبقى في صلاه جماعه وصلاه قيام ونتجمع. انا اصلا انا شايفه ايه، شايفه ان الناس حزينه قوي ان المساجد اتقفلت. ما انا معلش لما اجي اتكلم، ما هو كان اول 10 ايام في رمضان هي المساجد اللي بتبقى ممتلئه، بعد كده ما فيش حد بيروح المسجد. عارفه العادات غير في الايام العاديه كمان المساجد اصلا ما فيهاش حد يروح. لا بيروحوا، ده في تهجد اخر 10 ايام كمان. لا بيروحوا، كانوا بيروحوا. لا ده كان بيبقى هتلاقي المساجد الكبيره يا استاذه في المدن، ولكن اغلب المساجد ما هم اول 10 ايام في رمضان او 5 ايام، بعد كده بتلاقي المساجد انفضت. الايام العاديه قبل الحظر معلش كم واحد لو هنعدهم على ايدينا من اللي بيروح يصلي؟ عارفه انا مش فاهمه انا زعلانين. ده البهجه عند المصريين. ما هو لازم التراويح ان احنا نسمع القران الكريم. ما هو لازم يبقى في زعل يعني. بس انا اغير من نفسي بقى، اغير اشوف ايه اللي انا قصرت فيه واعمله. انت زعلان ان المسجد اتقفل، طب انت قبل المسجد ما يتقفل كنت بتروح كل صلاه؟ كنت بتروح باستمرار؟ ما هي دي الفكره. لازم اراجع. في ناس بالفعل كانت بتروح باستمرار عشان كده زعلانين. في ناس كانت بتصلي الفرض في المسجد. لكن احنا بنتكلم بقى عن ان احنا في رمضان. في رمضان مش اول 10 ايام لا بيروحوا، عايزين البديل. طب لو انت لو حضرتك بتقولي اول 10 ايام، اخر 10 ايام تهجد. اخر 10 هو ال 10 اللي في النص هم اللي ساقطين. لا بيروحوا برضه. اصل انا بقول لك هم مش 10، هم 20 او اكتر. استاذه ايمان كنت بتنزلي المسجد في التراويح والاسره ولا كنت مخصصه ده في البيت؟ انا كنت بروح في وانا في سن اصغر من كده.
كنت ملتزمه بان انت تروحي التراويح؟ كنت ملتزمه، كنت بروح، لكن رجعت بقى يعني ليا ظروف الخاصه، فما في الفتره اللي فاتت دي لا ما كنتش بنزل التراويح، بس كنت بصلي التراويح في البيت. في كمان من المبادرات الجميله، انما بناتي بينزلوا يعني، بناتي والشباب وزوجي لا كله عندي بينزل ورمضان كله. في ظروف الحظر دي بقى هتتجمعوا مع العيله في البيت؟ ما انا بقول لحضرتك احنا حتى في الايام العاديه دلوقتي يعني من غير صيام، احنا في الايام العاديه دلوقتي بنصلي الفروض كلها في البيت مع بعض، عاملينها جماعه، بنصلي صلاه جماعه كلنا مع بعض. وفي طقوس تانية طبعا والله احنا نخفف على نفسنا. لا انا دلوقتي طيب برضو لازم اتكلم عن في بعض المتصلين قال لك ان اتمنى ان الكعبه تتفتح من جديد والحاجه. طيب انا برضو البديل ممكن اعمله ايه لو الازمه استمرت معايا؟ انا ما روحتش عمره او كنت حاطه فلوس للعمره او فلوس للحج ومش هروح علشان في ناس عملت الموضوع ده يعني. فانا عايزه اتكلم ايه البديل اللي اعمله؟ في مجموعه من الناس خاصه ان انت هتلاقي اللي بيروح كل سنه حج هم اصحاب الاموال او اصحاب المال اللي هم الاغنياء، الطبقه الغنيه، لان معلش 100,000 جنيه مين معاه 100,000 جنيه عشان اطلع احج؟ فمش كل الطبقات يعني بتقدر تطلع تحج. انا شفت على السوشيال ميديا، فاحنا عايزين نتكلم عن البديل ده بالظبط. بعض البديل الناس دلوقتي والصلاة اللي كانوا متعودين والعبادة ان هم يطلعوا العمره، خلوا المبلغ ده لإطعام الفقراء. إطعام الفقراء، ما أنا إطعام الفقراء دي حاجة يعني مهمة جدا، خصوصا إن احنا داخلين على رمضان، فالمفروض الناس المقتدرة اللي مش قادرة خلاص تطلع عمرة تنتهز الفرصة دي بإطعام المساكين وإطعام الفقراء، وكمان طبعا ممنوع موائد الرحمن، لكن احنا ممكن نعمل حاجة إن احنا يعملوا نعمل وجبات سريعة لكل أفراد الأسرة ويتم توزيعها بشكل أصل روحانيات رمضان مننا احنا يعني، هي روحانيات رمضان مننا. انا اقدر اعملها سواء احنا نقدر نعمل كل حاجه او عدم وجود، وبعدين مش لازم اعزم 10 15 يعني، ما انا ممكن اعزم 2 3 المقربين او ناس قريبين قوي. حد دلوقتي لا 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 لما نعزم ليه يعني؟ انا مامتي مثلا ما بتعزمش حد او لا ما ينفعش تعزم حد يعني، مثلا دليفري تبعتي الاكل بتاع حضرتك يعني اعمل الاكل واديه لماما؟ حفاظا عليها، هي ماما مش غاليه ولا ايه؟ ماشي بس طب ما هي تيجي ماما، ايه المشكله؟ لا ما ينفعش تيجي معايا اصلا، ما انا كنت قاعده معايا اصلا، انا معاكي. ما في تعقيم، مش في تعقيم، ما احنا بناخد احتياطاتنا من غير ماسك ولا حاجه، الاحتياطات والكحول والمطهرات والحاجات دي، وان شاء الله مش هيحصل حاجه يعني. ان شاء الله مش هيحصل حاجه ان شاء الله. دي حاجه من الحاجات اللي ممكن اعملها بديل، ان انا ما روحتش حج، فانا ممكن اطلع بفلوس الحج صدقات، وكمان يعني المفروض ان انا بدل ما كل سنه معايا فلوس وربنا مقدرني ان انا معايا فلوس ان انا اقدر احج بقى بين الفقراء والمساكين والغلابه. ده في ناس بتبقى فعلا مش لاقيه خالص خالص تحت الصفر، ولكن نحسبها اغنياء من التعفف، اللي هو اللي يسالونا الناس الحافه. ايوه اللي هو انا لازم اروح اشوف جارتي، لازم اشوف جاري، اشوفه عايش ازاي، ما ممكن ما يكونش عنده اكل لكن حياء ومنعه ان هو يقول. لازم احنا بقى نطوف ونحج على الفقراء والمساكين وعلى الجيران وعلى الاقارب، خاصه ان احنا في ظل ازمه كلنا جميعا متضررين منها. وفي عمال قعدوا من شغلهم، العماله المؤقته بالظبط، في عمال قعدوا من شغلهم وحتى العماله المنتظمه تضررت يعني. احنا ما بقيناش بنروح على طول دلوقتي، ففي الجميع استاذة متضرر. ايمان نبهت على نقطه مهمه جدا، هنكملها بعد الاتصال. عزه معانا، اهلا بيك يا عزه. عزه انقطع الاتصال. استاذه ايمان حضرتك نبهتي على نقطه مهمه جدا، هي الناس اللي كانت شغاله باليوميه، فرصه ان احنا نقدم لهم المساعده، الناس اللي كانت عايزه تطلع عمره ممكن نقدم هم دول بقى الفلوس. الناس اللي احنا ممكن بقى نعمل ايه كمان غير موضوع بقى الفلوس؟ حضرتك كنت بتقولي ايه بدل ما نعزم احنا اودي مثلا لمامتي او كده، احنا ممكن الناس دي مثلا في يوم مثلا يومين في الشهر انا عازماكم بس هجيب لكم الاكل عندكم عشان ظل الظروف اللي احنا فيها. ايوه فنعمل مثلا اكل للناس، ممكن اللي يكون بديل بقى موائد الرحمن في رمضان، بديل موائد الرحمن احنا نقدم لهم الاكل. ممكن بقى لو انا مثلا لو اي حد ربنا سبحانه وتعالى ميسر له الامر ممكن يعمل وجبات زي ما قلنا في الاول، وتتعمل وتتفرق على ناس كتير، مش على وخصوصا الناس اللي هي العماله اللي هي اليوميه دي موجودين يعني، موجودين كتير ومعروفين. بلاش التمر والبلح اللي بيترمي ده مش يعني بلاش يا جماعه موضوع العربيه كده كده والبلح ده اللي بيترمي بلاش يعني، خلينا وجبات صغيره كده بكل هدوء بالتمر كده وروح من بيت لبيت تبقي ماشيه تلاقي التمر عليك والعربيه بيبوظ مش بلحق اكله.
لما اجي اتكلم برضو عن استعدادات رمضان، فانا عايزه اعرف الحاجات اللي ممكن اعملها قبل رمضان علشان برضو اعرف استعد لرمضان. يعني لو حضرتك تذكر لنا بعض النقاط، واحد اتنين تلاته كده، اعمل ايه وايه وايه؟ من ناحيه الاطعمه مثلا او من ناحيه الناحيه الدينيه، الناحيه الماديه؟ ما هو علشان الناحيه، علشان الناحيه الدينيه اوفر لها وقت، يبقى لازم ان انا فعلا اظبط حاجتي اللي هي تخص مثلا الاطعمه وتخص المطبخ دي، لازم اظبطها علشان افرغ وقتي، وقت للنوم، وقت للصلاه، وقت لقراءه القران، وقت للمطبخ. بس ما هي يا فندم كده يعني حكايه لازم اظبطها دي، لا ده انت كده تعملي ازمه في المجتمع. ليه؟ لان انت في ازمه اصلا، فالمفروض انا لما اروح اشتري اكل ما اشتريش غير على قدي. لا ما انا ده انا ضد اللي بينزل يشتري بكميات. بالظبط. انا مثلا انا كده، لا انا ضد اللي بينزل يشتري بكميات. انا نزلت مثلا اشتري مثلا على سبيل المثال مثلا كيلو مكرونه، ما انا اجيب 2 كيلو ممكن، يعني على قد مش لازم اجيب 5 واجيب 8 واجيب 9 يعني. ممكن اجيب الحاجه، اجيب منها مثلا الكيلو بيقضيني يوم، بيقضيني مره، بيقضيني مرتين، اجيب حاجه تقضيني 3 4 مرات، مش لازم اجيب حاجه تقضيني 8 و9 مرات يعني. هستاذنك ناخد اتصال تليفوني. اتفضلي. عزه معانا؟ الو الو الو، ده صوت طفل. عزة شكرا، حاولي تتصلي بينا تاني، احنا عارفين طبعا في ضغط على التليفونات، حاولي تتصلي تاني ان شاء الله. عايزة مثلا ان انا ده من ناحية ايه يعني، انا اظبط انا الوقت بتاعي. رمضان تقريبا حوالي 720 ساعة، لو انت حسبت وقت كله 720 ساعة، الوقت اللي احنا بننام فيه ونتفرج على التلفزيون، اللي بيتفرجوا على التلفزيون، اللي بيتفرج على التلفزيون فيه ونتفرج على المسلسلات فيه، ووقت المطبخ حوالي 660 ساعة، يعني ما يتبقى من الوقت اللي هو يتبقى 60 ساعة، يعني كام يوم؟ 5 أيام، مش كده؟ 5 أيام لو انت حسبتيها يعني، 5 أيام تقريبا. فانا ضيعت حاجات كتير على نفسي، ضاعت عليا، ضاع عليا الشهر اللي هو يعني أبواب السماء مفتوحة، يعني شهر المفروض ان انا اقلل من ساعات نومي، اظبط وقتي في المطبخ، مجهزه حاجتي. وطبعا اللي هي يا استاذه ايمان، فضل. شهر رمضان بنلاقي مسلسلات كتير، بنلاقي حاجات كلها كتير، عملت زينه. ايوه زينه بقى، زينه. امال ايه، لازم تجيب لنا المره الحلقه الجايه ان شاء الله في فانوس وفي قدره الفول وفي الله. الحاجات اللي احنا يعني مع بعض بقى، لازم ندخل على نفسنا بهجة، ولازم ندخن على نفسنا روحانيات جميلة. عايزين نعيش وقت جميل، وقت الخوف، وان احنا قاعدين مترقبين الاحداث حوالينا، مين مات، مين اتصاب، قد ايه مات وقد ايه اتصاب. فطبعا الحاجات دي كلها بتأثر على الحالة النفسية تأثير سلبي. احنا عارفين اللي بيحصل ده كله، بس نحاول ان احنا نخفف عن نفسنا. هتشجعني اروح اخرج الفانوس بتاع السهل؟ انت لازم تخرجي واحطه في البلكونه. لازم تخرجي خلاص. لا خرجي باذن الله خلاص يعني. وبعدين المسلسلات استاذه ايمان وهناء طبعا بتتعاد تاني بعد رمضان، بنلاقي كل المسلسلات رجعت تاني، فاحنا بلاش. لا مش لازم نضيع الوقت بالمسلسلات اكتر من لازم. ده شهر عباده مش شهر مسلسلات وتلفزيون. لا ده كمان يعني لما طلع بيان برضو، او في بعض المحامين اللي طلبوا ان تتقفل مدينه الانتاج الاعلامي ويتقفل تصوير المسلسلات وكده، منع للتجمعات والحاجات دي. فهو انا صراحه انا مع المبدا ده، مش مدينه الانتاج الاعلامي، الاعلاميين مش احنا، مش يعني انا بتكلم على المسلسلات والتصوير. مش كل الاعلام سيء، التجمعات يعني ليه بقى بيكون ايجابي بالظبط؟ لا ما انا عندي ما يكفيني على فكره من المسلسلات، بالعكس انا عايزه المسلسلات القديمه هي اللي ترجع، لان المسلسلات القديمه كان فيها قيم ومبادئ واخلاقيات ووعي وثقافه، كل ده كانت بتحاول تخلي فيه وعي في المجتمع ككل، هي كانت فعلا بتأدي رساله غير دلوقتي خالص. فانا تقريبا كده بشوف في حاجات ناس تساليها عن مواعيد البرامج ومواعيد المسلسلات حافظاها، حافظاها صم. بس احنا في حاجات معلمه لسه فينا، الف ليله وليله، ما انا اتمنى الحاجات دي بقى، نفسي السنه دي بقى يمنعوا الزازه بزازه الحاجات على الحاجات دي. والله انا نفسي، انا مش عايزه حاجات جديده، انا عايزه اشوف الحاجات القديمه دي تبقى جميله جدا، واحنا ما لحقناش ان احنا نشوف الحاجات دي. على فكره الحاجات دي جميله جدا وممتعه جدا على فكره. برضو انا لازم علشان اتكلم عن استعدادات رمضان، فلازم اتكلم عن التوبه، ولازم اتكلم التوبه الصادقه او
الصحيحة بتكون أيوة. ازاي المفروض ان انا توبة نصوحة، اصفي نفسي، اشوف انا قصرت في ايه واحاول ما اعملوش. طبعا قراءة القرآن والدعاء، الدعاء مهم جدا خاصة وفرصة لصلة الرحم ان احنا نتصل بكل حبايبنا، الرحم طبعا نتصل بكل الناس اللي احنا كان الشغل لهينا ووقتنا كان لهينا، الوقت احنا قاعدين في البيت فرصة ان احنا نصل الرحم حتى بالتليفون، نحاول نرجع نتصل حد ما كناش بنتصل بيه نتصل بيه، ابراء الذمه دي حاجه حاول نرجع صله الرحم، نكلم اهلنا قرايبنا الناس اللي ما بنقدرش ونبرأ ذمتنا ونخلي الناس تبرأ ذمتها لينا ابراء الذمه. الصيام مكان علينا من قضاء لازم انهي طبعا قبل بدايه رمضان، ده اسمه ابراء الذمه من الصيام، فلازم انا اشوف كان عليا ايه ايا كان بقى كفاره نذور قضاء وتجديد النيه. الدعاء مهم جدا برضو ان انا ادعو ربنا ان يرفع عني البلاء وان ياتي رمضان ان شاء الله دون بلاء وان يعافينا ويعافي جميع الامه. هي طبعا الوقت يا هناء ويا استاذه ايمان، انا بشكر حضرتك انك كنت معانا ضيفتنا منورانا النهارده سيده الاعمال ايمان لطفي. الله يخليك. شكرا لحضرتك. مش ناديه لطفي، لا ايمان لطفي. انا بقى يعني عارفه كلمه لطفي دي اللي علقت معايا ناديه لطفي، خلاص نسينا نقول حاجه مهمه جدا إيمان. الله يخليك الله يخليك. احنا قد يعني المفروض نستغل الوقت ده كمان في قراءه الكتب عموما والتثقيف والوعي. يعني طبعا انا في حاجات في خبر يعني مهم جدا سمعته ان اوروبا الكتب نفدت من عندها بسبب وقت الحظر ده، ان هم بيحاولوا يستفيدوا بوقتهم. تمام يا هناء، احنا بس وقت هنا خلص ومش هينفع. طبعا انا كنت سعيده كده طبعا معاكم النهارده استعدادات رمضان، عايزين ننوه تاني يا جماعه استعدوا رمضان بصله الرحم، بقراءه القران، بالروحانيات، بتجميع العيله وحثهم على الخير دايما وتقديم وجبات للفقراء والمحتاجين. انا بشكر حضراتكم النهارده، يا رب الحلقه تكون عجبتكم في ستات.com. شكرا لحضراتكم واترككم في رعايه الله وامنه.